شركة تكنو يمكن ما تكون سامع عنها من قبل، لكن هي شركة لها ماركت شير كبيرة بمختلف دول العالم من شمال أفريقيا وحتى أوروبا. قررت هذه الشركة تدخل منطقة الشرق الأوسط. بهيدي الحلقة رح فرجيك جهاز جديد من شركة تكنو، جهاز كتير جبار أكيد رح يعجبك. اسم الجهاز هو الكامون 16 بريمير. خليك معي لشوف تفاصيل أكثر. أول شيء بدي بلش فيه هو موضوع التصميم. فالشركة قدمت جهاز بتصميم مميز وتصميم عصري وأيضا لون مميز. يلي اللون اللي عم تشوفوه معي حاليا هو لون السيلفر. ظهر الجهاز هو من البوليكربون اللي راح يعطيك احساس انه من الزجاج. امور جيدة اوجدتها تكنو بالجهاز هو وجود مستشعر البصمة يلي اصبح على جنب الهاتف. اداء المستشعر بالنسبة لي وجدته كتير ممتاز وطريقة فتح الهاتف سريعة جدا. على ظهر الهاتف مثل ما عم نشوف في عنا بوكس بشكل مربع وبقلبه 4 كاميرات وفلاش. هدول رح اتطرق لهم بشكل منفصل بقسم الكاميرا. امر اضافي ما زالت تكنو محافظة عليه الا وهو وجود منفذ 3.5 يلي رح يعطيك حرية استخدام سماعة بسلك. خليني خبرك هلأ عن الشاشة. يلي الشاشة اللي بتستحوذ على الواجهة الأمامية نسبة 88.7. هيدي الشاشة من نوع LCD أيضا بحجم 6.9 Full HD، وأيضا بتدعم تقنية الـ HDR10 Plus، وكمان عندها معدل Refresh Rate بيوصل لل 90 هرتز. الأمر اللي رح يعطي للمستخدم انسيابية أكثر وقت إجراء التنقلات على الشاشة. كعرض المحتوى على الشاشة بهذا الحجم رح يكون كتير ممتع لعشاق الألعاب ومشاهدة الفيديو، وحتى تشغيل التطبيقات رح يكون أفضل على الشاشة الكبيرة قياسا مع الشاشات الصغار. قبل ما أحكي عن الكاميرا الخلفية، بما أنه بعض الحديث ماشي عن الشاشة، فتكنو اختارت يكون موضع الكاميرا الأمامية بالزاوية العليا وهي الديول كام. فمع جهاز الكامون 16 بريمير مكان الكاميرا مثل ما قلت لك بالزاوية العليا من جهة اليسار للهاتف، وهي كاميرا ثنائية. الأولى بدأت 48 ميجا بكسل وايد، أما الثانية بدأت 8 ميجا بكسل ألترا وايد، وكلا الكاميرتين بفتحة عدسة 2.2. الشيء المميز بالكاميرا الأمامية إنه بشكل تلقائي رح تاخد وضع الوايد أنجل لو في أكثر من شخص عم يتصور حد بعض. في شيء مهم رح يساعدك لتاخد صورة سيلفي أكثر وضوح، ألا وهو وجود الفلاش. رح يعطيك إضاءة أفضل لو كنت أنت بمكان إضاءته نوعا ما خفيفة. أداء الكاميرا الأمامية رح يختلف من شخص لآخر بطبيعة الحال، حتى أيضا بيختلف بالمكان اللي أنت عم تصور فيه. لكن أنا بشوف أنه 48 ميجا بكسل دقة كاميرا أمامية حتكون كتير ممتازة أنك تصور فيها صور سيلفي، خصوصا أغلب الأشخاص اللي بيستخدموا الكاميرات لتصوير السيلفي بتروح صورهم لمواقع التواصل الاجتماعي. حساس الكاميرا بجهاز كامون 16 بريمير هو سوني سنسر. أما الكاميرا الخلفية فهي رباعية مع فلاش. بالنسبة للعدسة الرئيسية فهي بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.9 وهي وايد، لكن العدسة الثانية بدقة 8 ميجا بكسل وهي ألترا وايد. أما العدسة الثالثة فهي بدقة 2 ميجا بكسل وهي لتحديد العمق، والأخيرة بدقة 2 ميجا بكسل وهي مايكرو لمحبي التصوير القريب جدا جدا جدا. كاميرا بتدعم تقنية الـ HDR وأيضا عندها ذكاء الاصطناعي الـ AI، وأيضا عندها أوضاع متعددة البورتري بوكي وتصوير الـ 4K بمعدل إطار 30 بالثانية، وأيضا Full HD بمعدل إطار 30 بالثانية. وأيضا الكاميرا بتدعم التصوير الليلي وهو الوضع اللي سمته السوبر نايت. هذه مجموعة من الصور تم التقاطها بجهاز الكامون 16 بريمير، وكل صورة طبعا تم التقاطها بوضعيات مختلفة. في شيء حلو تم إضافته بهذا الهاتف اسمه الشورت فيديو. فيك تصور فيديو سريع قصير مدة يمكن 20-30-15 ثانية، وأيضا بيدعمك بفلاتر من عنده بشكل تلقائي كتير حلوين لأنكم تصورون وتستخدمون لتطبيقات التواصل الاجتماعي. ما رح تحتاجوا فلاتر التطبيقات التواصل الاجتماعي، بالعكس رح تكون مميز بفلاتر جديدة. العتاد، بدي أقول لك أنه العتاد حيكون كتير قوي كونه هذا الجهاز بشاشة كبيرة، فحيكون كتير مميز للألعاب. فعندك معالج بشغل كل الألعاب اللي أنت بتحبها والتطبيقات من دون ما جهاز يعلق. جهاز كامون 16 بريمير بيحمل معالج ثماني النواة من ميديا تيك، هو معالج الهيليو جي 90T، معالج ما عنده أي مشاكل مع تشغيل كل الألعاب وكل التطبيقات يلي بتتطلب الجرافيك العالي. بجانب المعالج في عندك 8 جيجا بايت رام، رح تعطيك دفع أكبر للجهاز ليكون أداءه أفضل بالأمور الثقيلة. في شيء أيضا مميز بالجهاز أنه بيدعم 3 بطاقات، 2 سيم كارت ووحدة لبطاقة التخزين الخارجية، يعني 3 بتحطهم بالهاتف سوا، مش مثلا منبدل سيم كارت ببطاقة ذاكرة خارجية، لا، رح تحط 3 وتحطهم بالهاتف بجرور واحد. وفي شيء أيضا إضافي، إذا كنت من الأشخاص اللي بيهتموا وجود تطبيق الراديو ضمن الجهاز، هيدا الجهاز أيضا بيدعم الراديو لو أنت متعود على هيدي الأمور الكلاسيكية. حجم شاشة كبير بحجم 6.9 إنش بيحتاج لبطارية كبيرة،
فشركة تكنو قدمت لنا بهذا الجهاز بطارية بحجم 4500 ملي أمبير مع سرعة شحن بتوصل لغاية 33 واط. وقوة هذه الشحن رح تخلي الجهاز ينشحن من 0 لحتى 70% خلال فقط مدة 30 دقيقة. هذا الأمر أنا شخصياً بريحني إنه هاتف بحجم بطارية كبير بيشحن بشكل سريع. مبعود بأكل هم لو استهلكت البطارية بشكل سريع مع الألعاب والتطبيقات، عارفين حالي إني رح شرج الهاتف مرة تانية بشكل سريع. منفذ الشحن هو من نوع تايب سي. نظام التشغيل الهاتف هو الهاي او اس 7 يلي مبني على الاندرويد 10 الاخير. طبعا هو سلس وخفيف على الهاتف وفي كتير خصائص وتخصيصات. هيدي وبشكل سريع مواصفات تقنية لجهاز الكامون 16 بريمير من شركة تكنو. هيدا الجهاز حقه بلبنان 275 دولار امريكي، طبعا عندك ضمان لمدة سنة. اكيد ما تنسى تسأل على الايربودز الخاص من شركة تكنو يلي اسمهم الهاي بادز اتش 2 يلي رح تاخدهم بشكل مجاني. هيدا العرض مقدم أول 72 ساعة من إطلاق الجهاز، وكمان رح تحصل على ضمان على الشاشة لو انكسرت لمدة 100 يوم من أول يوم تشتري فيه الجهاز ولمرة واحدة طبعا. فلا تفوت العرض، شوف الرابط بصندوق الوصف وشوف كمان صفحتهم على الإنستغرام تكنو موبايل لبنان. أنا محمد وشوفكم بحلقات جديدة، إلى اللقاء.